نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير سعد الله صباحكم كل خير ويوم جديد من أيام سفار الخير في مالي. الثروة الحيوانية من أهم ما يميز مالي، من أبقار وأغنام خاصة لتعيش بجانب النهر حيث وفرت المياه والخضرة، بالإضافة إلى اهتمام الناس هنا في الزراعة بشكل كبير. حلقة اليوم فيها مشاريع من هذا النوع سيقوم على تنفيذها شباب الأدعم وشباب لوسيل. سليمان أنا أقترح نروح نزورهم ونشوفهم في مكان عملهم ونشوف مثلا كيف ظروف عملهم، هل هم يجيدون هذه الصنعة، وبعد هذا الشيء نستطيع نحن ندخل الخطوة الثانية بتوفير اللي ينقصهم من الأبقار. بس أهم شيء تكون عندهم أرض، إذا كانت عندهم أرض يكون سهل لهم وسهل لنا. صح، الباقي سهل. أي باقي سهل، نشتري الأبقار ونحطها بالأرض خلاص. إذا ما عندهم أرض مشكلة. هم لديهم أرض واقترحوا عمل الحظيرة فيها، والجيد لم يطلبوا عدد كثير من الأبقار. حلو، طلبوا عدد بسيط فقط. جميل، هذا مشروع جاهز. السلام عليكم. وعليكم السلام. معي فريق لوسيل من قطر الخيرية جاءوا لزيارتكم. بسم الله. مرحبا بكم في مالي، زيارتكم هو سعيد بذلك. كيف حالك؟ مساء الخير، نبي نعرف من متى وانتم تعملون في هذه المهنة؟ منذ 3 سنوات. ما هو الهدف من تربية هذا الأبقار؟ الحليب أم الذبح أم الحراثة؟ ما الهدف؟ نحلبها ونبيع حليبها للناس. علي، أنتم تقدمتم طلب لقطر الخيرية في مالي لطلب المساعدة احتياجات تحتاجونها في مشروعكم هذا، فإيش الاحتياجات هذه وإيش الهدف منه؟ نحن 14 شخصا في المجموعة، وقد طلبنا أبقارا وأعلافا لها وكذلك بعض الأدوية للاهتمام بصحة الأبقار. هل يوجد لديك أرض أو مكان يعني تقومون فيه بهذا المشروع؟ أرضنا موجودة في سوكولو، إنها قريبة من هنا. سليمان، لو شرحوا لك أو وصفوا لك المكان، تعرفه أنت؟ أي نعم أعرفه. جميل. علي، كيف نتأكد من أنكم تقومون بمزاولة العمل بشكل صحيح؟ يعني لأن هذه أمانة، نريد أن نتأكد. كيف نتأكد من ذلك؟ قبل كل شيء إنها أمانة بيدي ولزاما علي الاهتمام بها، وأيضا يمكنكم متابعة المشروع والحضور في أي وقت لتفقده. إذا تم دعمك سيتم متابعة المشروع من قبل قطر الخيرية، وإذا شفناكم شغالين أوكي نواصل الدعم هذا، أو يتم سحب المشروع وإعطاء المستفيدين آخرين. نحن موافقون على ذلك، المتابعة هي أفضل شيء. بسم الله، خلاص سوف نقوم إن شاء الله بدعم مشروعكم. الآن علي تذهب أنت وزملائك تسبقوننا إلى الأرض التي وصفتموها لسليمان، ونحن مع الفريق اللوجستي تجهزون المكان، ونحن نذهب إلى السوق ونأتيكم بما تريدون ونتقابل هناك إن شاء الله. الوعد في المكان. يلا السلام عليكم.
حاج نبي أبقار وتكون فيها الدر الحليب، لأن احنا نبي اللي ناخذهم عشان الناس اللي بوديهم لهم يستفيدون من حليبها، ما نبي مثلا ناخذها وتجلس بعد سنة ولا بعد 7 شهور 8 شهور تتم الدر الحليب، نبيها الآن تكون الدر الحليب. شباب لوسيل راحوا يشترون الأبقار للشباب، وفريق الأدعم وصل الآن إلى مقر إدارة البلدية لأنهم طلبوا أن يجتمعون أهالي القرية اللي متقدمين لمشاريع قطر الخيرية. سعود أنا عندي فكرة. ما تمشي. نسوي جمعية دكتور. لا جد يا جماعة، احنا لازم نسوي نواة لجمعية تعاونية زراعية نأسسها ونبدأ نجيب الأسمدة والحراثات اللي ويكون فيها الجمعية وهما يتعاونون فيها، حتى لو كل يدفع مبلغ رمزي عشان تنمو وتتطور، وهم بعدين يتعاونون فيها ويطورونها من اللي يدخل عليهم منها، تكبر هالجمعية وتتطور، لأن أغلب الناس هني شغلهم في الزراعة. والله فكرة يا دكتور رائعة، فكرتك هذه أبت لي فكرة. اللي هي ليش ما نسوي لهم، مدام هم بيشتغلون بينتجون، ليش ما نسوي لهم سوق صغير كنا مبلهم يبيعون فيه المنتجات. ايه منتجاتهم صح، منتجات الزراعية يبيعونها في السوق. فكرة رائعة، ناس تشتغل في الزراعة وناس تشتغل في البيع وناس. قام الشباب بعمل الترتيبات اللازمة لهذه الفكرة، وتم التواصل مع جميع المتقدمين للمشاريع علشان يلتقون فيهم في مقر البلدية، وتم ترشيح عدد من الأشخاص علشان يكونون أعضاء في هذه اللجنة. يا جماعة احنا حصرنا عدد المتقدمين للمشاريع الزراعية، فشفنا العدد كبير جدا، فقلنا نجي نجلس معاكم ونسوي المشروع اللي يخدم الجميع، يخدم كل القرية، عشان كذا جينا وقعدنا عشان تشاور معاكم ونتحاور ونوقع العقود على هذا الأساس. نحن جمعيات فلاحية نعمل في الزراعة، وحاجتنا هي آلات تمكننا من تطوير أنشطتنا الزراعية، فنحن في حاجة ماسة لها. يعني هم ما شاء الله مثل ما ذكروا الشباب مجموعة كبيرة، فأكيد من الطبيعي جدا أن يصير بينهم خلاف، فإذا صار خلاف لا قدر الله نتمنى أن يرجعون لمكتب قطر الخيرية ورئيس لجنة المنظمة أو رئيس البلدية، فيكونون دائما هم في خدمة الجميع. الجمعية الزراعية تعمل منذ 20 سنة تقريبا، ولا قدر الله إن حصل شيئا من سوء التفاهم لا مشكلة، سنعود إلى البلدية أو مكتب قطر الخيرية. إذن على بركة الله نريد نشاهد توقيع العقد بين مندوب قطر الخيرية في مالي ورئيس البلدية ورئيس اللجنة المنظمة، نريد مشاهدة توقيع العقد. تمام يا شباب، الحين بعد ما خلصنا توقيع العقود نطلع نشوف احتياجات أهل القرية. الحمد لله التراكتور موجود، الجرافة، كل شيء موجود الحمد لله. نحن نريد أن يكون للجميع، لجميع المزارعين. إذا جاكم أحد من المزارعين فقير محتاج ما عنده فلوس يدفع، تساعدونا مجانا، تدعمونه، ولكم الأجر إن شاء الله، لأن عمل تكافلي للجميع وتعاوني. أشكركم على ما قدمتموه، وهذا شيء أكيد سنكون متعاونين مع جميع مزارعي المنطقة وسنوفره لهم. بعد ما شفت الحراث والأجهزة المكتملة اللي وصلت لكم الآن،
نريد أن نعرف ما هو شعورك الآن. أشعر بحماس شديد. هذه المعدات ستمكننا من زيادة المساحات المزروعة من الأرز، وهذا سيرفع من كمية الإنتاج ويحقق دخلاً أكبر للمزارعين. وتوت وكرز ورمان. دكتور على فكرة يا أخي، شفت أبو مبارك قبل شوي؟ ما شاء الله كاني راكب في الخطوط الجوية القطرية درجة أولى. نشاني ناشئة السوق ها؟ ما شاء الله عليك. متهور يا دكتور. أنا كنت أقول لك أرفع رجلك، قال يا أخي وتخاف انزل. قلت له يا أخي. ومبارك اشتري لك يا أبوي. إذا حد يبي يتعلم تعلم سواقة الحراث. وبعدين يا دكتور من اللي حاط الورد هذا؟ كأنك في كوشة ما شاء الله. الله المستعان. دكتور. خلصنا خلصنا. مبروك. فريق الأدعم انتهى من مشروعه، لكن عنده زيارة هو الآن في طريقه إليها، وفريق لوسيل اشترى الأبقار للشباب وهم في طريقهم الآن إلى الأرض. ومن المفترض أن فريق الدعم اللوجستي قام على جلب الحظيرة وقد بدأ في البناء. السلام عليكم. ما شاء الله علي مكانكم جميل. جاهزين نبدأ الآن؟ هيا بنا. بسم الله. احنا تشجيع في تمثيل. ساعدوا سليمان، ساعدوا سليمان، لا تطيح خالد. علي الحمد لله الآن الأبقار موجودة في السيارة 10 أبقار، والحظيرة جاهزة موجودة، والأعلاف موجودة هناك بننزلها إن شاء الله. عشان هاي الأشياء اللي جبناها لكم الأشياء البسيطة عشان تبدون فيها مشروعكم، وإن شاء الله شوي شوي يكبر مشروعكم، وبعدين تصيرون أنتم تعتمدون على نفسكم. أنا سعيد جدا 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 بهذا المشروع وبهذا الخبر. أنا وكل زملائي في المجموعة سعداء بهذا اليوم الرائع. علي جاهز ونزل الأبقار؟ يلا يلا. علي نبارك لكم إتمام هذا المشروع، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يزيد إنتاج البقر. ولكن ملاحظة مهمة، يجب أن توفقوا بين عملكم مع الرجل الذي كنتم تعملون معه وبين هذا مشروعكم الخاص، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم. والحمد لله كل شيء جاهز الآن. سنبذل قصارى جهدنا لإدارة هذا المشروع بالشكل الأمثل، وإذا ساعدك شخص فيجب عليك أن تكون محل ثقة وتثبت له أنك قادر على تحمل المسؤولية، وهذا ما سيكون بإذن الله. كلام جميل، ممتاز ممتاز، نتمنى لك التوفيق والله. عندما نأتي المرة القادمة إن شاء الله نشوف المشروع تطور وصار أكبر، وإن شاء الله الأبقار آلاف مؤلفة إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. جميع الفريق يعمل بإخلاص لإنجاح المشروع، وبإذن الله سيستمر ويكبر، ولن نخيب أملكم. علي الآن مهمتنا انتهت وياكم، لكن ستظل المتابعة والتقييم من قبل مكتب قطر الخيرية في مالي. استودعكم الله، نشوفكم على خير. يلا سلام عليكم.
تذكرون معاي مسجد القرية اللي بنيناه؟ الآن حنا رايحين لزيارة هذا المسجد والصلاة فيه بعد ما أتم المقاول بحمد الله بناءه وتجهيزه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل وسلم. ايش رايكم يا شباب؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني انت شفت الفرق يا عبد الرحمن؟ فرق كبير. توقعت يخلص علي صراحه، مش انا ما توقعت يعني في هالمساحه، يعني مساحه الله مساحته حلوه مساحته طيبه، الله يبارك لهم فيه. ميزان حسناتكم يا شباب، وزال حسنات المتورعين ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله الحمد لله، الله يكتب لكم الاجر يا شباب ان شاء الله. اليوم هو يوم الجمعة، واستغلينا هذا اليوم بزيارة المسجد، وبعد الاطلاع عليه حضرنا صلاة الجمعة وانطلقنا لاستكمال مشاريعنا بعد أن أقمنا أول صلاة في هذا المسجد. في الوقت اللي انتهينا فيه من زيارة المسجد، كان فريق الأدعم على وشك الوصول إلى معهد طب العيون الاستوائي الأفريقي في مالي لعقد اجتماعه مع المسؤولين في المعهد لعرض عليهم الشراكة في اليوم الطبي اللي قرروه شباب الأدعم بعد ما شافوا عبدالله الكفيف صدفة في أحد القرى يوم ما كانوا يشتغلون في حديقة الأطفال. أهلا وسهلا بكم، والباب مفتوح للجميع، ومرحبا بكم في أي وقت. هذا النوع من المخيمات الطبية نحتاجه بشدة هنا في مالي، ونتمنى منكم تنظيم مخيمات كثيرة في المستقبل، لأن هذه الأمراض هي الأكثر انتشاراً هنا في مالي، سواء كان في العاصمة أو في المناطق القروية، فهذه المخيمات تساعدنا في فحص وعلاج هذه الأمراض. من أجل أن نبدأ التعاون إن شاء الله، نحتاج منكم فريق طبي متكامل لإجراء الفحوصات لمن يحتاج، وأيضاً إجراء العمليات بإذن الله للضرورية لمن يحتاج منهم من عمليات للعيون. هذا المستشفى خاص بعلاج أمراض العيون، ليس فقط هنا في مالي بل لجميع دول غرب أفريقيا، ولدى المؤسسة أطباء ذوي خبرة كبيرة بعلاج هذه الأمراض، ونتمنى أن تمتد هذه الشراكة لتغطي بلدانا أخرى. دكتور، جميع العمليات والفحوصات واليوم الطبي بالكامل سيكون مجانا على حساب قطر الخيرية، وكل الأيام التي سنعملها لعلاج العيون والعمليات ستكون مجانية وعلى حساب قطر الخيرية أيضا. بوركتم وجزاكم الله خيرا على هذا الدعم السخي، فهدفنا واحد وهو تقديم الخدمة الطبية للمحتاجين. دكتور، احنا عندنا ما يقارب 100 حالة، حاطين ان هدفنا ان شاء الله راح نحاول ناخذ 100 حالة، وايضا شنو الاجهزة اللي نحتاجها او عدد الاجهزة اللي نحتاجها في هالمخيم؟ قدرتنا هي علاج 500 شخص اسبوعيا، وبخصوص المعدات فنحن مجهزون بجميع المعدات والادوية اللازمة لتحقيق غايات المخيم الطبي. كل ما نحتاجه منكم هو جدول العمل لنتجهز للتواريخ المحددة.
المية حالة هذه كم محتاجة وقت؟ من الصعب الآن تحديد المدة الكافية لعلاج 100 شخص، فبعض المراجعين ربما يحتاجون لدواء فقط، وآخرون يحتاجون لعملية جراحية، فلا يمكن أن يتم الفحص والعلاج لجميع الأشخاص خلال يوم أو يومين فقط. دكتور، قطر الخيرية حريصة على فعل الخير في كل مكان ليس في مالي فقط، فنحن مستعدون لليوم الطبي إن شاء الله، حتى لو كان شهر أو يوم أو أسبوع، لن نتوقف حتى نعالج أهل القرية ويعود لهم النظر بإذن الله. ونريد استعجال الوقت لعدم كفاية وقتنا في مالي، نريد أن نبدأ في هذا العمل. نحن على أتم الاستعداد لهذا المخيم الطبي. نشكرك يا دكتور على حسن الاستقبال وعطنا من وقتك، ونتمنى أن تكون هذه بداية تعاون بين مستشفى العيون وبين قطر الخيرية إن شاء الله، وتكون شراكة قوية نقضي فيها على هذا المرض بإذن الله. نشكركم على مجهوداتكم ونتمنى لكم التوفيق. على بركة الله. يلا. نسابق بالخطاوي الطير، نشارك بالأمان الغير، نسابق بالخطاوي الطير، نشارك بالأمان الغير، من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير، فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، جمعنا بالمحبة قلوب.